السلام عليكم، أنا رنيم خالد الحجالي من منطقة التعليم المدينة المنورة. مشروعي يتكلم عن استخدام النمذجة الجزيئية للحصول على آتمر خاص ببروتين TXNIP لتشخيص مرض السكر في مراحل مبكرة. يعالج المشروع مشكلة التأخر في تشخيص مرض السكري والتي لوحظت لأكثر من 240 مليون حالة. يعتمد التشخيص على كشف عن بروتين TXNIP باستخدام آبتمر خاص بهذا البروتين. يساعد المقترح على تحقيق عدة أهداف من برامج رؤية 2030 مثل برنامج تحول القطاع الصحي بالإضافة إلى برنامج جودة الحياة. حابة أشكر مؤسسة موهبة